الشراكة بين المجمعات العمومية الكبرى والمؤسسات المصغرة التابعة لأناض ومنح صفقات مناولة في العديد من القطاعات هي خطوة الحكومة الجديدة لوضع هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة على السكة ودعمها لتكبر أكثر فأكثر. لما نتكلم على المؤسسات العمومية الكبرى وكذلك المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي أبرمت معها يعني عدة عقود لإجراء يعني المناولة أو ربما التسييع في بعض القطاعات، الإشكال المطروح الآن لما نهزو مثلا قطاع من القطاعات، نهزو قطاع مثلا نتاع صناعة الجلدية، ربما فيها أو شركة مدار أو ربما شركة صناعة ميكانيكية أو شركة أخرى، عندهم عمال كبار، عندهم شركات تصنيف كبير. إذا فالشركة الصغيرة هذه شركة الصغيرة لما تدخل تعمل تدخل في قطاع المناولة لسو تريتانس. توفير أماكن وهياكل وتجهيزات لإيواء نشاط هذه المؤسسات المصغرة داخل المؤسسات العمومية الكبرى خطوة أخرى يراهن عليها الجهاز التنفيذي لإنجاح هذه الشراكات وانطلاقها بقوة. ما تطلبش إمكانية أنت عند الشركة ناشئة ستارت أب الحاضنة يعطيك مساحة معينة ويعطيك كل إمكانية تتطلب العقل نتاعك يعني الكفاءات الذهنية نتاعك باش تبتكر وتختارها ولشركة ناشئة. والشركة هذه اللي حضرت المشروع تأخذ نسبة معينة من الابتكار هذا. كسر حاجز الشراكة والتعاون بين المؤسسات العمومية الكبرى والمصغرة وإعطاء الأولوية في المناولة لهذه الأخيرة خطوات عملاقة حققتها أناض لهذه الكيانات الفتية، ما من شأنه أن يصحح اختلالات الماضي ويعطي دفعة مادية ومعنوية لهؤلاء المقاولين الشباب.